حلوني يا أبا. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عشان النهاردة آخر حد في الصيام بالنسبة لنا كاجتماع، يعني حابب أكلمكم قبل ما نعمل اجتماع صلاة عن الكيرينج. يعني قعدت أفكر، الكنيسة اختارت قصص كتيرة في الصيام ده، صحيح احنا ياما سمعنا فيها وعظ، بس أنا عاوز أبص لها من زاوية واحدة كخدام. ربنا يسوع بيعلمنا نحب الناس باهتمام، مش بمشاعر، مش بأفكار، لا، في اهتمام حقيقي. فعاوز أركز في القصص الخمسة المشهورة بتاعت الابن الضال، السامرية، المخلع، المولود أعمى، لعازر. الخمس قصص دول إزاي ربنا يسوع يعني he showed caring لكل شخص بطريقة مختلفة عن التاني. تعالوا نتعلم ازاي الواحد فينا يحب الناس بالطريقة دي، يبقى طلعنا بحاجة كبيرة من الصيام. اول قصة هي قضية الابن الضال. نلاحظ ان الكيرينج فيها له كذا شكل، انه استقبله بترحيب عالي قوي وبحضن. احيانا يكون هو ده اللي بيستناه اللي قدامك. في ناس كتيرة قوي الترحيب بالنسبة لها لغة من لغات الحب، يفرق معها قوي انك تستقبله بابتسامة وبفرح وممكن تاخده في حضنك كمان، بالذات لو اب مع ابنه او مع اولاده، احساس ده مريح. احنا احيانا بنستقبل الناس بس ايه، مش بتركيز، مش باهتمام. كان فارق قوي اللحظة دي مع الابن الضال، اللقطة دي، الثانية بتاعت أول ما وقعوا عينيهم في بعض، كانت هتفرق معاه جدا. يا ترى بصله بغضب، يا ترى كشر في وشه، يا ترى طلع كل القديم والجديد. لكن لما لقى وشه منور وبيجري عليه وبيحضنه، خلاص يعني كل الباقي تحصيل حاصل. تعالوا نتعلم ده، احنا محتاجين نقدم حب حتى للمخطئين، حتى للمرفوضين، حتى للايه، اللي عليهم استجمة كده، اللي معروفين بأن هم مدمنين أو مستبيحين أو ملحدين أو لا، محتاجين الحب ده. الحاجة التانية أنه احتفل بيه. الابن الضال ما كانش متوقع خالص الحفلة دي، الحفلة دي آخر حاجة تخطر له على باله. عنصر المفاجأة هنا جميل قوي، يعني في واحد يعمل سوربرايز لحد، مفاجأة ما كانتش متوقعة بس مش ممكن هنساها طول العمر. انت مش بس قابلني بعد كل اللي عملته، انت عامل لي مفاجأة واحتفال والعبيد والحلة والخاتم والحذاء ايه ده كله ده، ايه التكريم ده كله. يبقى الاهتمام بيبان في التكريم كمان. الاهتمام يا حبايبي كمان يبان، انا بتكلم عن ربنا والمفروض بقى احنا المفروض نعمل كده. الهدايا كمان ما استخسرش الاب بالرغم انه اتسرق او انه خسران فلوس كتير قوي، انما الحل على الخاتم على الحذاء على العجل دي ثروه كمان. يعني عاوز اقول انت لسه هتصرف، انت لسه بتطلع هدايا، انت ايه ده يعني، ما مش كفاك، مش كفايه اللي خده يعني. وغالبا ده اللي استفز الابن الاكبر يعني. بس هنا تلاحظوا التكريم والكرم، الهدايا والتقدير دي كلها تعبيرات عن الاهتمام. نفسنا لما نهتم بالناس نعمل كده. وانت مسافر لحد محضر له حاجة، تحضيرك ده قال حاجة كبيرة، انك انت جاي من بلدك محضر له هدية، مسافر ده كله عشان تقابله، بتبتسم في وشه، مكبره، مقدره، كل ده بيفرق. في نفس القصة بتقابلنا الشخصية التانية برضو في كيرينج. الشخص الثاني افكاره تعبان، الابن الاكبر ده خلاص فكرة انه مظلوم وانه مضطهد وانه مش واخد حقه وان ابوه بيميز الصغير وانه الكلكعة دي في دماغه. الاب ملوش ذنب، والاب كان ممكن يصعب عليه كرامته، والاب كان ممكن ياخده ألمين، والاب كان يقول خليه يتفلق بره، بس الاب بيهتم، الاب بيحب. الاب زي ما اهتم بالصغير وجري عليه طلع للكبير يحايله. الحتة دي احنا ساعات بنفكرها بطريقه كده منطقيه، خلاص بقى اللي يزعل يتفلق. لا، ما فيش حاجه اسمها اللي يزعل يتفلق عندنا، اللي يزعل نحايل. اذا كنت بتحب زي ما ربنا بيحب، ما فيش حاجه اسمها يتفلق. هو طب افكاره قايله له كده،
افكاره قايله له كده، انه انا اللي مظلوم، وانه يعني الولد اللي سرقنا تفرح بيه وانا اللي بخدمك. اوكي، حتى لو ملوش حق، احنا دلوقتي قادرين نبص انه ملوش حق، بس هو شايف كده، دماغه بتقول كده. طيب اطلع له، اهتم بيه برضه. طلع واهتم، وكمان احتمل النقد. من الاهتمام بالشخص انك تحتمل عتاب الشخص، تحتمل نقده، تحتمل مفهومه الخطأ عنك. طب وماله اذا كنت مهتم بيه؟ اسمعه للاخر، حتى لو مالكش حق، ملوش حق في نظرك، من فضلك ما تقطعوش. انا مستغرب ان الاب ده استحمل في وشه جملة سخيفة زي ابنك هذا الذي اكل معيشتك مع الزواني، ذبحت له العجل المسمن، وهذه السنين اخدمك وقد لم تعطني جديا لافرح مع اصحابي. ايه ده؟ كلام بايخ قوي وصعب. بس من الاهتمام ان لو شخص تعبان منك او صعبان عليه، طلع، خليه يطلع كل اللي عنده، خليه يرجع اللي جواه. الاب كان نفسه ياخد ابنه الكبير كمان في الحضن، بس الكبير ما كانش عاوز حضن ابوه تعبت، لكن الاب زي ما خد الصغير في حضنه كان طالع عشان ياخد الكبير في حضنه. بس هو الكبير ما كانش مشتاق للحضن، الكبير غضبان. ومع هذا الاب اهتم وسمع واستحمل، سمع كويس. بعدين الاب عمل موقف مهم قوي، وضح ليه، لانه الصوره اللي في دماغه غلط. من اهتمامي باي شخص ان انا اعدل له الصوره. طب ريحه، طب هو اساء فهمك، طب مخه ودى وجاب، طب ما توضح له، فسر له، فسر له ان ده مش ظلم وانك انت بتحبه. عشان كده اول ما ابتدى الكلام يعجبني جدا الاب في المثل اللي حكاه المسيح، ما دافعش عن الابن خالص. عارفين لو دافع عن الابن يحصل ايه؟ يستفز اكتر. قال له يا ابني انت، انت، انت معايا على طول. فابتدى به، انت شغلني، وانت ابني، وانت معايا، وانت الحلو، وانت الكبير، وانت اللي في البيت. ولكن اخوك كان ميت وعاش. فهمتوا؟ اذا التوضيح كان فيه اهتمام بالشخص، كان فيه راحة للشخص، ريحه، ريحه. بعد ما بعبع الكلمتين عرف يستوعبه ويريحه ويفهمه، انا ابني بحبك، مين قال ان انت اللي انت فاهمه مش صح، رأيك في الموضوع مش مظبوط، لانه القصة مش باللي انت قلته، اخوك كان ميت وبالنسبة لنا خبر حلو انه كان ميت وعاش. قصة السامرية، قصة السامرية، الاهتمام واضح قوي من المسيح. برضو الاهتمام هنا بالانفراد، الشخص التعبان محتاجك على انفراد، الشخص التعبان محتاج يحس بالخصوصية. في ناس كتيرة قوي ما تقدرش تعترف قدام الناس، في واحد ما يقدرش يطلع الكلام حتى على ورقة او على واتساب. اوكي، رغم ان الدنيا مشغولة قوي، لو واحد ما عندوش طريقة غير انه ينفرد، مفروض تديله الوقت ده. بقولها وانا خجلان لاني مش عارف اعمل كده على طول، لكن الاهتمام، الست دي مش هتعرف تحكي قدام حد، والست دي طول عمرها رقم، طول عمرها نكرة، بس ربنا يسوع اداها لها وقت وسمعها واحترمها وانفرد بيها، والموضوع كان خاص جدا. اهتمام المسيح بالسامرية بان في الاحترام، يا امرأة، يا سيدتي، منتهى الاحترام، وفي الستر. تلاميذ ما عرفوش ايه اللي دار بينهم، تلاميذ ما عرفوش قصة الست الرجالة اللي في حياتها. No one knows الا يوحنا على كبر، بعد سنين يمكن عرف او قال لنا، لكن يعني واضح ان القصة ما تعرفتش الا لو السامرية كانت هتحكي بنفسها. فهنا كونك بتهتم بالشخص، انت حريص انك تستر على ضعف، وانك تحترمه في ضعف، وانك تقدره قوي وتعذره قوي. ربنا يسوع ما غيرش نظرة عينه للست دي وهو بيكشف لها عن بلاوي في حياتها، بنفس الحب والتقدير والاهتمام. الاهتمام يا جماعة مش في كلمة ولا في ثانية ولا في لحظة ولا في اهتمام، ده موقف كياني. عينيك بتهتم، ودانك بتهتم، ايدك بتهتم، الوقت بيهتم، مخك بيهتم، الاكشن بيهتم. الاهتمام ده موضوع كبير قوي، بيعبر عن الحب الحقيقي لربنا للناس. كمان في قصة السامرية زي اللي اتصاحبوا في الاخر، بقوا يحكوا في موضوع بره مشكلتها.
هو السدود عندكم ولا عندنا، انتوا بتقولوا واحنا بنقول، وماشي هو بيحكي ومبسوط، فبقت في نوع من الصداقة، في نوع من الراحة، الحواجز النفسية اللي كانت محطوطة اتشالت. كل ده اهتمام ربنا اللي عمل كده، ربنا ساعدها انها حط حواجز كتيرة قوي بينها وبين اي شخص، الحواجز دي اتشالت فخدت عليه وقالت له ده انا شايف انك نبي، وابتدى يكمل الكلام لغاية ما انبهرت اكتر من نبي. ساعتها بقى ايه، ما قدرتش، عاوزة تجيب له الدنيا كلها. يبقى اهتمامه بالسامرية مدرسة. الشخصية التالتة هي قصة المخلع. اهتمام ربنا بالمخلع برضه مدرسة. ليه؟ أولا المخلع ما راحش للمسيح ولا طلبه ولا توقع منه حاجة. من دواعي الاهتمام انك تروح لشخص غير منتظرك، انت اللي تدور عليه مش هو اللي يدور عليك. ربنا راح لشخص نكرة تماما، شحات مالوش حد، فالافتقاد نوع من الاهتمام. السؤال على شخص مرفوض مرزول مهمل، الحتة دي واقعة مننا، احنا ما زلنا بنقف مع اصحابنا وما زلنا بنرتاح مع اللي بيحبونا، لكن ما بيجيش في دماغنا الناس المنسية، مش بيعدوا على دماغنا، ولو عدوا على دماغنا ربنا يهديهم، لكن مش هو ده الاهتمام. الاهتمام لو في 100 مريض حوالين بركة بيت حاسدة، ده بالذات المهم، ده اللي بالذات محتاج اهتمام، لانه ده اللي ملوش حد. العجيب في اسلوب المسيح، اتريد ان تبرأ؟ احترام الرغبة من الاهتمام بالناس، الا تخترق خصوصية حد. لو واحد مش عاوز يتكلم ما تضغطش عليه يتكلم، لو مش عاوزك تشوف تدخل بيته من فضلك ما تدخلش بيته، لو مكسوف من حاجة ما تحرجوش، لو في حاجة مخبيها ما تكسفوش. لازم تحترم الحدود. ربنا يسوع كان عجيب في اهتمامه، على قد ما الشخص ده شحات الناس بتحتقره وطبيعي المفروض من نفسه يخف، انما هو انت تحب تخف الدرجة دي الادب والذوق؟ حتى الراجل زي اللي ما صدقش السؤال، يعني ما قالش اه طبعا، قال له ليس لي انسان، لسه بقرا كلمة ذهبية الفم. قال له راجل تاني كان اتريق عليه، يعني كان قال له انت بتسخر مني ولا بتتريق علي، انا قاعد اتشمس. يعني ذهبي الفم، تتصور انه لو شخص تاني كان قال، لكن شخص من شدة معاناته جاوب بأدب شديد وقال له انا ملياش حد. فربنا يسوع جاي عشان الكلمة دي، انا ملياش حد، انا حبيبي جيت عشانك، انا ليك، انا بتاعك. اهتمام ربنا بالمخلع انه عمل حاجة حقيقية مطلوبة، لانه برضو لا نحب بالكلام ولا باللسان، لغاية كده حلو وتعزية جميلة، بس طبعا مش كفاية مع واحد مخلع. لا، المطلوب يقوم، المطلوب تساعده يغير حياته، المطلوب تساعده يشيل سريره، المطلوب تساعده يطلع من الجو اللي عاش فيه 38 سنة. فمن الاهتمام انك تساعد الاخر على التغيير، ولا تكتفي بشوية مشاعر ولا شوية حب ولا شوية احترامات، كل ده حلو، بس do something، اعمل حاجة. فربنا يسوع لم يكتفي بأنه نحبه بس، لكن تحركه. المولود أعمى برضو، هنا تلاحظوا المسيح بيقدم اهتمام بشكل رائع بحب. أولا أول اهتمام حصل في يوحنا 9 أنه دافع عن مشاعره. المولود أعمى بيسمع بقاله 40 سنة، اعتقد انه كان سنه 40 سنة، ان الراجل ده شرير يا ابوهم واشرار، ما بيسمعش غير كده بحكم انه مولود اعمى، مولود بعاهة ده مغضوب عليه حسب الفكر اليهودي. طبعا قد ايه ده جارح لاي شخص انه ظروفه هي اللي وصلته لكده. ذنبي ايه يعني؟ هو انا اخترت يبقى ابويا فلان؟ وانا اخترت اتولد اعمى ولا اعرج ولا؟ فهو مش مقتنع، بس مشاعره مجروحة، بس هيقول لي مين ولا مين يا عم، الناس كلها بتقول كده. لأول مرة يسمع شخص بيدافع عنه، ده اهتمام. من الاهتمام بأي شخص انك تدافع عن الشخص، وياريت في ظهره مش بس في وشه، لأنه الحوار ده كان بيدور قبل ما يكلم المولود أعمى، يا ترى سمعه ولا ما سمعوش؟ في الغالب سمعه، لكن ده نوع من الاهتمام ان الشخص الغايب ما تعملش الغيبة. كلمة الغيبة في العربي الفصيح انك انت تتكلم عليه من ظهر، لا لا، بالعكس انك تدافع عليه في ظهر.
ده الاهتمام الحقيقي. تاني اهتمام انه اداله حاجة هو ما طلبهاش برضه، فكرة الشفاء هو ما طلبهاش ولا يتوقع انه حد يقدر يعمل له كده. انك تدي اكثر مما يظن الشخص الاخر قدامك، دي طريقة المسيح، دايما بيعمل معانا اكثر جدا مما نظن او نطلب. طب ليه ما بنعملش كده مع بعض؟ ليه ما بتفاجئش الناس بحب مضاعف؟ ليه ما بتعملش مع الناس اكتر من اللي يستاهلوه؟ ليه ما بتديش للناس اكتر من اللي يتوقعوه؟ ربنا كان كده. فلما غسل عينيه او شجعه يغسل عينيه في بركة سلوام عاد بصير. اخيرا في قصة المولود اعمى، الاهتمام كان واخد عنصر المتابعة كمان. كفاية قوي عليك يا رب انك شفيته وخليته يفتح، دي يعني كتر الف خيرك. لا لا، راح قبله. عارفين قبله امتى؟ بعد ما خد خبطة تاني، خبطة اقل من العمى، استوجع، بطردوه من المجمع. اول ما طردوه من المجمع راح يقبله عشان يعزيه ويشجعه. طب يعني كفاية قوي اللي عملته؟ لا مش كفاية. الاهتمام ما بيعرفش حد، عاوز يقول له انت خسرت الناس بس انت كسبت ربنا. اتؤمن بابن الله؟ قال له من هو يا سيد لأؤمن بي؟ قال له الذي يكلمك هو. فسجد له. يبقى قد كده الاهتمام مش بالاخر، في تركيز واضح قوي على الحتة البيرسونال في الصيام، اهتمامك بشخص وبكل شخص. اخر قصة في الصيام، في قصة لعازر او اقامة لعازر، مريم ومرثا دول حبايب المسيح، دول اخواته، دول اولاده بناته، لكن ما لحقهمش في لحظات صعبة جدا وهو اخوهم بيموت، وكان زي اللي صعبان عليهم، صعبان عليهم بجد، كان لازم تبقى موجود، حتى لو هيموت كنت تبقى معانا، لو مش عاوز تشفيه خلاص احنا بنسلم لارادتك، بس ما يموتش وانت مش جنبنا. فكان في عتاب، الاتنين استقبلوه بعتاب، ما زعلش من العتاب. ربنا يسوع ما استكترش العتاب على نفسه. انتوا ساعات بتزعلوا لما واحد يعاتبكم، ده المسيح الاتنين قالوا له لو كنت هنا ما كانش مات. وده عتاب قاسي على فكرة، يعني انت السبب تقريبا. ومع كده ربنا يسوع ما صعبش عليه، ولما وقف بعدها بلحظات بكى معاهم. من الاهتمام انك تبكي مع البكي. الكلام مش لازم يكون هو وسيلة التعزية، المشاركة، اهتمام، افرح مع الناس وابكي مع الناس. الاهتمام كمان انه تواجد رغم الظروف. في الوقت ده يا جماعة كان خطر جدا المسيح يروح بتعني، واللي يقرأ يوحنا 10 يلاقي ان توما بالذات قال ايه اللي ودينا هناك. فلما لقى المسيح مصر رمى كلمة بايخة وقال ايه؟ فلنذهب وايه ونموت معه، ما هي خسرانة خسرانة، خربانة خربانة. مشوار بيت عنيا في منتهى الخطورة على المسيح، لانه هم اليهود متربصين بيه، مستنين ينزل في العيد ده بالذات. عشان كده موقعها سبت العذر، لانها قبل الشعنين او يعني في الوقت ده كانت. يبقى واضح ان ربنا يسوع هيتواجد رغم الظروف. يعني ايه التواجد؟ اهتمام. في وقت الناس بتبقى محتاجينك تواجد جنبهم، وما تحسبش لظروفك والتكلفة اللي عليك، لا معلش تواجدك مهم. صورة أخيرة للاهتمام، التشجيع المستمر. ربنا يسوع في الوقت ده ما قالش المرسى تهتمين وتضطربين لأجل أمور كتير، ولا قال مريم ليه بتعيطي زيادة، لا 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 خالص. هنا كان مكبرهم قوي وشايفهم حاجة حلوة وفرحهم بالعذر، وكان مقتنع أن إيمانهم قوي، وهي تقول له أنا أؤمن أنك أنت هو المسيح ابن الله. يبقى التشجيع وسيلة اهتمام. ربنا يسوع أظهر حبه أو اهتمامه بكثافة في كل أسابيع الصوم. طبعا كل واحد فينا هو الضال والأكبر والسامرية والمخلع والمولود أعمى ومريم ومرثا ويمكن لعازر، لكن كمان كل واحد فينا لازم يلعب دور المسيح في وقت. لازم تبقى أنت اللي بتدي الحب ده لكل العينات دي، أنت اللي فيك روح المسيح، المفروض تظهر الحب ده بكل الأشكال دي. تسمع كويس، تشجع كويس، تقدر، تكرم، تكبر، تهادي، تحضن، تضحك في وشهم، تشاركهم، تعمل حاجة كبيرة، تدي حاجة ما طلبوهاش، تتواجد. كل ده حب، كل ده اهتمام،
كل ده أشكال من أشكال الخدمة. إحنا الحقيقة مقارنة باللي بيعمله المسيح، الواحد بيكتشف إنه ما ينفعش كاهن، ما ينفعش خادم، لأن اللي بيعمله ربنا ده كتير قوي. حب بجد، إحنا أبعد ما نكون عن الصور دي. إحنا كبرنا بنقول كلمتين أو نحس بشعور كويس تجاه الناس، أو بنشتاق لهم ويشتاقوا لنا، أو نجامل. لا لا لا، الحاجات اللي بيحكيها المسيح لا فيها مجاملة ولا هي كلمتين ولا هي، لا لا، الموضوع أكبر من كده كتير قوي. ربنا يدينا حكمة إن إحنا كخدام نتعلم من القصص دي، نتشبه بربنا ونهتم اهتمام حقيقي بكل شخص في حياتنا، كل خادم زميل وكل مخدوم وكل إنسان في حياتنا بنقابله، كان شغل كان عيلة، لأن الناس كلها جعانة حب. ويوميا الواحد بيقابل السامرية وبيقابل المخلع وبيقابل الأعمى وبيقابل مريم ومرسى أخوات العذر، بيقابل كل العينات دي، بس نادرا ما بنعمل ربع اللي بيعمله ربنا يسوع. لإلهنا كل مجد وكرامة.